بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو راح نشوف تطبيق حسابي على الستاتيستيكال فاريابلز اللي تعلمناهم من قبل، واللي هم عبارة عن المين، ستاندرد ديفيشن، الفاريانس، الريلاتيف ستاندرد ديفيشن، ستاندرد ايرور اوف ذا مين، السبريد والرينج، الميديان، الافريج ديفيشن والراد. المثال بحكي لنا اذا كنا بنعمل تحليل للكبر داخل العينة وحصلنا الداتا التالية أو الكونسنتريشنز التالية للكبر، المطلوب إن نحسب كل هذه المتغيرات. لذلك راح نبدأ في المين، والمين هو عبارة عن إكس بار، وإكس بار تساوي لنا من الصميشن لإكس آي مقسومة على إن. لذلك نحن بنجمع هاي كل القيم ونقسمها على عددها، وأنا عندي فعلياً 1 2 3 4 5 قيم. إذا بدنا نجمع كل القيم نقسمهم على عددهم بيطلع معنا إكس بار، هذه النتيجة. المطلوب الثاني اللي هو الستاندرد ديفيشن، والستاندرد ديفيشن هو عبارة عن إس، وهذا يساوي لنا تحت الجذر الصميشن لإكس آي ناقص إكس بار تربيع على قيم إن ناقص واحد، وهذا كله تحت الجذر. هون لازم ننتبه انه لازم نخرج من الداخل الى الخارج في القانون. يعني اول شيء لازم نحط القيمة، نطرحها من الاكس بار تاعها، نربحها، وبعدين نجمعها للقيمة الثانية بنفس الطريقة، بالقيمة الثالثة، للقيمة الرابعة والخامسة، ونقسمهم كلهم على ان ناقص واحد، بعدين ناخذ لهم الجذر. لذلك افضل طريقة في هذا الاطار اني انا اعمل جدول، والجدول هو كالتالي: الجدول باكس اي اللي هو 5.23، 5.79، 6.21، 5.88 و 6.02. هذه هي قيم XI. بجانبها بدي أعمل عمود ثاني، وفي هذا العمود بدي أحط قيمة إكس بار، ألا وهي القيمة الموجودة هنا 5.83. بجانبها بدي أضع XI ناقص إكس بار، يعني XI ناقص إكس بار، وهذه تساوي لنا بدي أطرح إكس آي من إكس بار وأحطه هنا، ف 5.23 ناقص 5.83 يساوي لنا ناقص 0.6، 5.79 ناقص 5.83 هي عبارة عن بوينت، طبعا ناقص 0.04، 6.21 ناقص 5.83 يساوي 0.38، 5.88 ناقص 5.83 عبارة عن 0.05، 6.02 ناقص 5.83 يساوي 19%، وهذه عبارة عن إكس آي ناقص إكس بار. الآن بجانبهم عمود ثالث نحط إكس آي ناقص إكس بار تربيع. بدنا نخرج في القانون من الداخل إلى الخارج، يعني إكس آي ناقص إكس بار، أوجدنا إكس بار طرح منه إكس آي، لأننا نربع، فنأخذ كل واحد من هاي الأرقام ونربعها، يعني 6 بالعشرة تربيعاً تتصير 0.36، 4% تربيعاً بدها تصير 0.0016، 38% تربيع يساوي لنا 0.1444، 5% تربيع هي عبارة عن 0.00025، و 19% تربيع هي عبارة عن. الآن الخطوة اللي بعد هذه هي الخطوة، ألا وهي إني أحسب إكس آي ناقص إكس بار الكل سكويرد. طبعاً بعد ما حسبتها لازم أجمعهم، فبالتالي بدي أخذ هذه القيم كلها وأجمعها، بطلع معي الرقم اللي هنا، والرقم اللي هنا يساوي 0.5445. الآن بعد هيك بدي أعمل عمود جديد، بدي أقسم summation لإكس آي ناقص إكس بار سكويرد، بدي أقسمه على إن ناقص واحد، يعني بوينت هذا الرقم 0.5445 بدي أقسمه على إن ناقص واحد. أنا عندي قيمتين، ثلاث، أربعة، خمس قيم، خمس قيم بدي أقسمهم أو بدي أطرح منهم واحد، فبدي يصيروا أربعة، فبدي يصير عندي الناتج هنا يساوي 0.136. آخر شيء لازم أعمل أخذ الجذر، فالجذر هذا كله اللي هو standard deviation، اللي هو الجذر كل ما هو داخل، يعني جذر point
136 يساوي ان ستاندرد ديفيشن ويساوي 0.37 خلينا نحكي تقريبا 37 تقريبا. فهذا هو ستاندرد ديفيشن. هذا جواب السؤال الثاني وهو اهم خطوه واطول خطوه تقريبا تاخذ مني وقت. الان سي هو الفيريانس، والفيريانس يساوي لنا فيريانس يساوي لنا اس سكويرد يعني مربع اس. يعني ممكن اخذ هذه القيمه واربعها يعني هي اللي هي 0.136 اللي هي تساوي لنا 0.37 اللي هو الستاندرد ديفيشن سكويرد، وهذا يساوي لنا 0.136 اللي هو الرقم الموجود هنا. بعد هيك الريلاتيف ستاندرد ديفيشن وهو الار اس دي. الار اس دي خلينا احسبه بدلاله 100% وهو عباره عن ستاندرد ديفيشن مقسوما على اكس بار اللي هو المين مضروبا في 100% اذا بدي احسبه بدلاله النسبه المئويه، وهذا يساوي لنا ستاندرد ديفيشن 0.136 مقسوما على المين اللي هو 5.83 مضروبا في 100%، وهذا يساوي لنا او عفوا مش ال 1.136 لانه هاي الاس سكويرد فهي عباره عن ستاندرد ديفيشن، ستاندرد ديفيشن هي هذا الرقم فعباره عن 0.37 على هذا الرقم يساوي لنا 6% تقريبا 6.1%. هذه قيمة ال RSD. الآن عندنا standard error of the mean وهذا عبارة عن SM، ونحن بنعرف انه SM يساوي لنا standard deviation مقسوما على جذر ال N يعني standard deviation 0.37 مقسوما على جذر ال N. انا عندي قراءتين 3 4 5 5 قراءات وهذا يساوي 0.165 الوحدات، لانه مثلا المين بما انه انا بجمع قيم بقسمها على عددها فبدها تكون وحدته نانومتر نانو مولر عفوا. ستاندرد ديفيشن برضه بده يكون وحدته بدلاله النانو مولر لانه نفس وحده ال نفس وحده ال المين. الار اس دي مثل ما حكينا بالنسبة المئوية. الـ SM عندي وحدة standard deviation بالنانو مولر فبدي يكون برضه هو بالنانو مولر. الآن الـ spread أو الـ range. الـ spread خلينا نكتب مثلا هنا الـ spread يساوي لنا max ناقص المينيمم، ويساوي لنا أعلى قيمة هي عبارة عن 6.21 ناقص أقل قيمة هي عبارة عن 5.23 وهذا يساوي 0.98 هذا السبريد. طيب الرينج فقط بدك تحط أعلى قيمة ناقص أقل قيمة. الرينج يساوي إن أعلى قيمة أو أقل قيمة إلى أعلى قيمة فهي من عند 5.23 إلى 6.21 فهذا هو الرينج ببدأ وبنتهي ببدأ وبنتهي. بعد هيك عند الميديان خليني أمسح هذول كلهم. الميديان والميديان نعرف إنه أول شيء لازم إني أعمل أنا الرينج يعني أرتب القيم من أعلى إلى أقل أو من أقل إلى أعلى. خلينا نرتبهم تصاعديا فهذه أول قيمة، بعدين عند 5.88 5.79 هذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة وهذه الخامسة. فالآن الترتيب هو كالتالي 5.23 5.79 5.88 و6.02 و6.21. الآن عشان نحن نوجد الميديان لازم أبلش أشطب أعلى قيمة وأقل قيمة، أقل قيمة وأعلى قيمة، ثاني أعلى قيمة وثاني أقل قيمة. إذا الميديان هو عندي هي هذه القيمة المتوسطة بيناتهم. الـ average deviation وهو عبارة عن دي بار، وهذا يساوي لنا xi ناقص x بار مقسوما على n مثل ما هو هنا. فأنا نأخذ كل قيمة نطرحها من x بار نجمعها للقيمة الثانية مطروحة من x بار وهلما جرى بعدين نقسمهم على n، و n هون بدك تنتبه هنا 5. قبل شوي في standard deviation كانت n هي 5 ناقص 1 يعني 4، فهون بدك تنتبه لهذه النقطة مثلا.
طبعا راح نمشي فيها بعملية حسابية وجدول مثل الستاندرد ديفيشن، راح يطلع معنا بنهاية المطاف انه دي بار هي عبارة عن 0.25. بإمكانك توقف الفيديو وتحسبها وتقارن بالنتيجة الموجودة الآن. وأخيرا الريلاتيف افريج ديفيشن الرات، خلينا نحسب بدالة النسبة المئوية، والرات يساوي بيرسنت، يساوي لنا الدي افريج على الاكس افريج مضروب في 100%، ويساوي لنا الدي افريج 25%. الاكس افريج اللي هو 5.83، 5.83 ضرب 100%، وهذا يساوي لنا 4% تقريبا. وإذا بدنا الراد بدلالة البارت بير ثاوزند، فكل ما علينا أن نعمل دي بار على إكس بار ونضرب في 1000 عشان نخليه في البارت بير ثاوزند، وبالتالي يساوي لنا 25 على 5.83 ضرب 1000، وهذا تقريبا يساوي لنا 42 بي بي تي. هذا هو التطبيق العملي لكيفية استخدام statistical variables وقوانينهم وإيجاد كل الأرقام المتعلقة فيهم. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم.